اليوم حديثنا سيكون حول الجالية المسلمة في السويد تحديدا وأجواء رمضان هناك في ظل جائحة كورونا. تفاصيل كثيرة نتعرف عليها مع ضيفنا الذي ينضم لنا عبر سكايب الشيخ أشرف غالي وهو رئيس اتحاد علماء الأزهر بسويد. دعونا نرحب به سوية. أهلا وسهلا بك معنا وصباح الخير. أهلا وسهلا، صباح الخير، بارك الله فيكم. أهلا، رمضان مبارك. يعني بارك الله فيكم. بداية قبل كل شيء دعنا نتعرف معك على أعداد الجالية المسلمة في السويد وأوضاعهم بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أتمنى وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا وإياكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وكل عام وأنتم بخير. آمين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يخفف المعاناة وأن يزيل هذا الوباء والبلاء عن الدنيا كلها وعن المسلمين على وجه الخصوص. الحقيقة دعيني قبل أن أن أبدأ في تفاصيل هذه أن أذكر بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، لعل البعض ينساه أو لعل البعض لا يعرف تفسير هذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز أو بذل ذليل. فكلنا يعرف بعز عزيز معناها مثلا أن احنا نروح إلى دولة معينة بالقوة والعلم أو بالسلاح وهكذا ونفتح الدولة، لكن بذل ذليل هذه لعل البعض لا يفهمها، وهي أن يتم اضطهاد مثلا فئة معينة في بلد معينة أو تتم حرب على بلد من بلاد المسلمين فيهاجر المسلمين ويخرجوا من بلادهم أذلة، فيذهبوا إلى بعض البلاد فيستوطنوها ويعيشوا فيها، فيكون هذا سبب لانتشار الإسلام ووجود المسلمين فيها. وهذا ما حدث تماما لعدد كبير من الجاليات المسلمة التي نزحت من بلادها، مثل البوسنة والهرسك، مثل الصومال، مثل العراق، مثل سوريا، آخر الدول الوافدة العدد الكبير منها إلى السويد. صحيح. عدد المسلمين في السويد هناك شيء أساسي لابد أن نفهمه حتى يوضح لنا العدد، أن هناك تضارب كبير في العدد. بسبب ماذا؟ بسبب أن السويد لا تكتب في الجواز في الباسبور لا تكتب الديانة، فمن الممكن أن يولد أعداد كبيرة جدا من المسلمين ومع ذلك لا يسجل في أي إحصائيات أنهم مسلمون، وإنما يسجل غالبا في الغالب من يسجل نفسه في الجمعيات أو المراكز الإسلامية أو المناشط الدعوية والعلمية والاجتماعية، هم بالفعل اللي بيسجلوا. أما عدد المسلمين حسب الإحصائيات، وأنا أقول أيضا أنها قد تكون غير صحيحة، ما يقرب من 850 ألف، يعني قرابة المليون سويدي مسلم، وهم يمثلون قرابة 8.2 من عشرة من السكان. نعم. طيب دعنا نتعرف معك هنا وتطلعنا على طقوس احتفال الجالية المسلمة بالشهر الكريم في السويد. يعني هل هناك مثلا أي عادات مثلا ما زالت متمسكة فيها الجالية المسلمة في السويد؟ أخبرنا. الحقيقة المسلمين في السويد حتى نكون واضحين يعيشون في السويد كأي مكان آخر في مسلمين. وإنت عارفة العرب، سبحان الله، العرب والمسلمين مكان ما بينزلوا بياخذوا العادات، بينقلوا ثقافتهم. صحيح، ينقلوا ثقافتهم والعادات، واحنا نتمنى ان هم لما ينقلوا العادات الطيبه الحقيقه، يعني فبتظهر العادات الطيبه الجميله من الزيارات والمباركات والتهاني وصلاه التراويح و... طيب الاسواق كيف بتكون شيخ اشرف؟ الاسواق كيف تكون؟ الاسواق في لا الاسواق الاسواق شوفي كانك انت مثلا انتقلتي في شهر رمضان، كأنك انتقلت من سوق مثلا في مدينة في السويد إلى سوق مثلا في دمشق أو إلى سوق في بيروت أو إلى سوق في القاهرة. تماما التسابق على اليميش وعلى الحلويات وعلى الفستق وعلى الأشياء دي هي نفس الطباع. أنت نقلت نفس النسخة تماما إلى أوروبا، إلى قلب أوروبا، إلى أرقى مكان في العالم تقريبا. يعني
جميل. طيب دعنا نتعرف معك أيضا على يعني حال رمضان هذا العام بالسويد، لا سيما أنه يعني كل دول العالم تأثرت بجائحة كورونا، فكيف تأثرت السويد أيضا في بالجائحة؟ الحقيقة هذا من الأمور الصعبة جدا 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 يعني على صحيح. كل الناس، أن يأتي رمضان الثاني على التوالي في ظل هذا الإغلاق. يمكن السويد على وجه الخصوص كانت أقل الدول من ناحية الإغلاق، يعني كانت السويد واخدة متجهة في اتجاه الانفتاح، وده كان عامل راحة نفسية عند عدد كبير من السويديين الحقيقة، إن الدولة مش مخوفاهم، مش محسساهم بالهلع والرعب من الوباء بسبب سياسة الدولة وتفكيرها في إدارة الجائحة. نعم. المساجد من البداية، من بداية الموضوع، المساجد مغلقة. تم استثناء مثلا أيام قليلة جدا في العام الماضي، تم فتح المساجد ثم أعيد إغلاقها مرة ثانية. فحتى بعض الدول فتحت المساجد لعدد مثلا 50 شخص، زي النرويج كده مثلا، النرويج في بعض المساجد فاتحين لعدد 50 شخص، أما في السويد فالعدد المسموح به 8 أشخاص فقط في المسجد. بالنسبة ثمان لصلاة أشخاص فقط التراويح في المسجد 8 أشخاص فقط. فقط في المسجد. الدنمارك أكثر انفتاحا نوعا ما، بتاخد مثلا لكل شخص تقريبا 4 متر مربع. أما السويد فالحقيقة بعد الانفتاح الشديد جدا اللي كانت عايشة فيه ضيقت نوعا ما حتى تسيطر على الأمر. وأكثر شيء تأثر بهذا هي المساجد المغلقة. حتى تأثرت المساجد من ناحية عدد المساجد نفسها، لأن في بعض المساجد أغلقت وانتهى دورها لأن هي لا تدعم من جهة معينة، والمساجد تنفق من جيوب المتصدقين، من رواد المساجد نفسها، والمساجد لا يأتيها أحد. فهناك عدد كبير من المساجد أغلقت، حتى إن معظم المساجد تعاني الآن نعم. من ضائقة مالية شديدة جدا. مع الأسف. طيب يعني هل تقام صلاة التراويح في السويد هذا العام ب8 أشخاص أم لا تقام أبدا، يعني تم إغلاقها بشكل كامل بخصوص صلاة التراويح؟ بعض المساجد ملتزمة بالعدد 8 أشخاص فقط لا غير، يكون الإمام مثلا ومعاه 2 أو 3 من الـ الإدارة، ويكون مثلا معاه عدد قليل كل يوم يغيروهم كده من رواد المسجد. بعض المساجد قامت بهذا، وبعض المساجد تماما أغلقت تماما ولا تستطيع أن يعني تفتح المجال، لأن هيكون هناك قيل وقال حول من يحق له الصلاة في المساجد. وهناك بعض الفئات من بعض الناس من المسلمين تجاوزوا الحدود وضربوا بالقوانين على أرض الحائط للأسف الشديد، وفتحوا المسجد وصلوا، وكان عددهم مثلا قرابة 100 شخص، وفورا الحكومة السويدية أو الشرطة السويدية اقتحمت عليهم المسجد. ليس اقتحام بمعنى الاقتحام، إنما خلفوهم، يعني عملوا لهم مخالفات مالية كبيرة جدا لأنهم تجاوزوا القوانين الحقيقة. يعني طيب بما انك ذكرت هذا عدم الالتزام، كيف بتشوف انت التزام الجاليه المسلمه بقوانين اللي تم يعني وضعها بخصوص كورونا؟ الحقيقة أنا دعيني أقولها شيء في بشهادة حق، في حق يعني جهة معينة، نعم. وجود هذه الجهة في السويد وفي أوروبا عموما استطاع أن هو يقود توجيه المسلمين في أوروبا أو في السويد خصوصا، وهي الرابطة الإسلامية في السويد. الرابطة الإسلامية في السويد أحيانا بتتصدى ل بعض الأمور ممكن تغضب منها المسلمين، ولكنها تساعد بشكل كبير جدا في التوجيه وفي التعليم وفي الانضباط وفي دعوة المواطنين إلى الالتزام. كذلك إذا كان في جائحة أو في أمر مثلا بلوى عمت في بلد معينة، تجد أنها تتصدر الصورة في الدفاع مثلا عن قضية من القضايا زي القضية الفلسطينية، عن زي القضية السورية. نعاني الحقيقة مع عدد كبير من الناس ممن اعتادوا على عدم الانضباط، ولكن في المجمل والأعم الناس منضبطة حتى جميل. الآن، يعني الناس منضبطة. نعم. نعم. طيب أنا حابة أيضا أعرف يعني أكثر الجاليات العربية الموجودة في السويد، وهل هناك فعاليات وأنشطة تقام خاصة في الشهر الكريم؟ نعم،
لما تتكلمي عن العرب فكان قبل 2015 كان العراقيين كانوا أكبر عدد، وبعدين الآن في الوقت الحالي السوريين، الجالية السورية هي أكبر الجاليات الموجودة، يقدر عددها بحوالي 200,000 شخص، نعم وهذا هو أكبر عدد من المهاجرين وصل إلى السويد في فترة قصيرة مثل هذه الفترة السابقة. يعني 200,000 في حوالي 3 سنوات عدد كبير جدا على صحيح دولة مثل السويد. والحقيقة هذا ما جعل الدين الثاني في الدولة يكون الدين الإسلامي، هذه واحدة. كذلك هو ما جعل أن اللغة العربية تقريبا الآن في السويد تقريبا هي اللغة الثانية بسبب هجرة العدد الكبير من السوريين. نعم السوريين شاطرين الحقيقة، عشان نكون واضحين، السوريين شاطرين في مجال المطبخ. معايا؟ شاطرين شاطرين نقلوا في ثقافة الموضوع، الطعام كلها للسويد يعني بتقول شيخ. نقلوا مش بس غزو، يعني عملوا غزو آه. في غزو للمطاعم خبرنا لكن شو أكثر أكلة سورية حبيتها؟ أنا شخصيا طعم شخصيا. هو في اليبرق، آه لذيذ صح. حلو. وفي في حاجة اسمها، أنا بتلخبط دايما في اسمها كده، مش عارف بيقولوا حراق أصبعه أو مش حراق عارف. أصبعه صحيح، هي أكلة دمشقية أيوه بامتياز يا شيخ. نعم، فهي أنا بنسى اسمها لكن طعمها صحيح جيد يعني. صحيح، يعني صراحة أنا استمتعت جدا بوجودك معنا اليوم، وشكرا على إطلاعك لنا على كل أوضاع الجالية المسلمة في السويد، ورمضان كريم مرة أخرى. شكرا لك الشيخ أشرف غالي رئيس اتحاد علماء الأزهر بالسويد، ورمضان كريم.